بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويشفي قلوب قوم المؤمنين. صدق الله العظيم. نصرة لكتائب الجيش الحر في محافظة دمشق، وردا على مقتل ابنة الشهيد الملازم أول أحمد الخلف، قامت السرايا التالية: سرية معاوية بن أبي سفيان، سرية شهداء الجيزة، سرية الشهيد مجد الخطيب، سرية الشهيد بلال عبود، سرية عائشة أم المؤمنين التابعة لكتيبة الشهيد أحمد الخلف، المعاد هيكلتها باستهداف جميع الحواجز المتواجدة في بلدة الجيزة، وقتل كل من فيها، وتفجير عربتين بي ام بي، وإلحاق قوات الأمن والشبيحة خسائر فادحة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الواقع في 17/7/2012. كما ونعاهد الشعب السوري العظيم مواصلة النضال والكفاح ضد كتائب الأسد المجرمة. الله أكبر، وعاشت سوريا حرة أبية.